اهلا وسهلا بمتابعي قناة شوف تي في في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الرشيدية. صباح مبروك وجمعة مباركة للجميع. هذه الاجواء متابعي قناة شوف تي في من قلب المدينة، اجواء مشمسة وصافية صباح اليوم. مين كتشاهدوا معنا متابعي قناة شوف تي في هذا البث المباشر، وكيف داير الاجواء عندكم؟ دائما نجدد الترحاب والتحية لكل المتابعين والمتابعات. صباح مبروك للجميع وجمعة مباركة للجميع. من كتشاهد معنا متابعي قناة شوف هذا البث المباشر، وكيف دايرة الأجواء عندكم صباح يوم الجمعة؟ جولة صباحية بأهم شوارع المدينة.